النهاردة أصحابي هناخد أسماء الإشارة. أسماء الإشارة، أسماء الإشارة دول كام؟ ستة؟ لأ. سبعة؟ لأ. أمال كام؟ خمسة. أسماء الإشارة خمسة، أسماء الإشارة خمسة: هذا وهذه وهؤلاء، وفي عندنا هذان وفي هاتان. بس إحنا في جونيور 2 هناخد إيه؟ هذا وهذه وهؤلاء، هذا وهذه وهؤلاء، بس هم خمسة، هم خمسة. إيه هم؟ هذا وهذه وهؤلاء، هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء، هم خمسة. طيب يا أصحابي، هذا للمفرد المذكر، وهذه للمفرد المؤنث، وهذان للمثنى المذكر، وهاتان للمثنى المؤنث، وهؤلاء للجمع المذكر وللجمع المؤنث. طيب يا أصحابي، ميس يعني إيه أسماء الإشارة؟ يعني أنا لما أحب أشاور على حاجة، الأول وإحنا صغيرين كنا بنقول إيه؟ كنت بقول ده ولد، دي حقيبة، ده تليفون، ده قلم. دلوقتي أنا كبرت بقى، مش هقول ده قلم، ده كمبيوتر، ده تليفون، لأ، بقول هذا. يبقى أسماء الإشارة بنستخدمها عندما نشير إلى الأشياء، عندما نشير إلى الأشياء، عندما نشير إلى الأشياء، عندما نشير إلى الأشياء. طيب عندما نشير إلى الأشياء، طب الأشياء اللي أنت بتشاور عليها عاقل أو غير عاقل؟ أيوة، هتستخدم برضو أسماء الإشارة. يعني لو شاورت على حاجة عاقل أو غير عاقل برضو هنستخدم اسم إشارة، يعني هتقول هذا أو هذه أو هؤلاء أو هذان أو هاتان. يعني إيه أسماء إشارة؟ يعني عندما نشير إلى الأشياء. لما تيجي تشاور على حاجة كبرت بقى، مش هتقول ده ولد، ده محمد، لأ، هذا ولد، هذا محمد، هذه بنت، هذه حقيبة. يعني أسماء الإشارة دي للعاقل وكمان لغير العاقل. يعني لما تيجي تشاور على حاجة عاقل أو كمان غير عاقل، الاتنين هتستخدم هذا. يعني لو جينا نقول هذا ولد هينفع، هذا عصفور عادي برضو، هذه بنت هتنفع، هذه حقيبة تنفع برضو، هؤلاء تلميذات، هؤلاء تلاميذ. يعني تلميذات لجمع البنات، جمع المؤنث السالم، هقول برضو هؤلاء. ولو جمع ولاد، جمع المذكر، برضو هقول هؤلاء. تاني، أسماء الإشارة دي بستخدمها إمتى يا أصحابي؟ عندما نشير إلى الأشياء. طب أنت لما بتيجي بتشاور على حاجة عاقل أو غير عاقل؟ عادي، ممكن نشاور على حاجة عاقل أو حاجة غير عاقل. يعني مثلا هقول هذا ولد، هذا جار وهذه جارة، هذا عمار وهذه يارة. تاني، هذا جار وهذه جارة، هذا عمار وهذه يارة، هذا جار جار أو هذا جار وهذه جارة، هذا عمار وهذه يارة. أوكي، يعني هذا دي للمفرد المذكر لو كان عاقل أو غير عاقل. للمفرد المذكر لو الحاجة دي عاقل أو غير عاقل، يعني قلنا ينفع نقول هذا ولد، وينفع كمان نقول هذا عصفور،
هذا كتاب. طيب وهذه للمفرد المؤنث، يعني هينفع أقول هذه حقيبة، هذه عصفورة، هذه بنت، بنت عاقل. أوكي، بس في حاجة بقى مهمة جدا جدا جدا، الجمع. انت قلت يا ميس ان هؤلاء دي الجمع العاقل، يعني هؤلاء دي ايه؟ هؤلاء الكبيرة العقلة، هؤلاء الكبيرة العقلة، هؤلاء الكبيرة العقلة. يعني ايه اصحاب الكبيرة العقلة؟ يعني هؤلاء دي للجمع الايه؟ العاقل. طب والجمع الغير العاقل هيبقى هذه. يعني ايه يا ميس؟ يعني الابواب. ينفع أقول هؤلاء أبواب؟ إيه ده؟ لأ طبعاً، أبواب دي ما عندهاش عقل، جمع غير عاقل. طيب وأقلام؟ وعندنا كلمة كتب. لما أجي أقول دلوقتي هينفع أقول هؤلاء كتب؟ لأ، كتب دي جمع، جمع غير عاقل. أقلام دي جمع، جمع غير عاقل. أبواب جمع، جمع غير عاقل. طب الغير عاقل قاعد زعلانين وبتعيطوا، الجمع الغير عاقل عمال يعيط 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 ويقول طب انتوا مش هتحطوا لي ليه؟ يعني مش هتش لما تيجوا تشاوروا عليا هؤلاء؟ رفضت ان هي ايه؟ انكم تقولوا لي هؤلاء. طب مين هتوافق ان هي تبقى ايه معايا؟ هذه. هذه قالت لومي، قالت للجمع الغير العاقل انا معاكم، خلاص انا معاكم. يعني هذه دي راحت للجمع الغير العاقل. يعني لما اقول ابواب، ابواب انت جمع غير عاقل، هذه ايه؟ طيبه كويسه، طيبه خالص، هتبقى معاكم. فهقول ايه؟ هذه ابواب، هذه اقلام، هذه كتب. اوكي اصحابي، يبقى ايه؟ هذه دي ايه؟ للجمع الغير العاقل. هذه الايه؟ للجمع الغير العاقل. عندنا هذا ولد، ولد، ولد ده ايه؟ مفرد مذكر، هيبقى هذا طبيب. هذا طبيب. طبيب دي هسألها، هو انت طبيب مفرد؟ اه ده طبيب مفرد ومفرد مذكر، مفرد مذكر، يبقى ايه؟ هذا طبيب. طيب قلم، قلم مفرد مذكر. طب قلم ده عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل، برضو هستخدم هذا. تلميذة، هذه. فتاة، هذه. بنت، هذه. زهور، عاقل. هذه أقلام، جمع غير عاقل. هذه أمهات، جمع عاقل. هؤلاء أولاد، جمع عاقل. هؤلاء عمال، جمع عمال، جمع عاقل. هؤلاء فلاحات. هؤلاء يا أصحابي عندنا أسماء الإشارة كام؟ خمسة. بس إحنا هناخد إيه؟ هذا وهذه وهؤلاء، هذا وهذه وهؤلاء، هذا وهذه وهؤلاء. هذا للمفرد المذكر، هذه للمفرد المؤنث، وإيه كمان؟ وللجمع الغير العاقل. هذه للجمع غير العاقل، وهؤلاء الكبيرة العقلة، هؤلاء الكبيرة العقلة، هؤلاء الكبيرة العقلة. يعني عندها إيه؟ عندها عقل. يعني للجمع العاقل هقول هؤلاء، وللجمع الغير العاقل هقول هذه. تاني يا أصحابي، للجمع العاقل هقول هؤلاء، وللجمع الغير العاقل هقول هذه. طيب يلا يا أصحابي هنبدأ نحل مع بعض. ركان افتح المايك. فتحت. ركان ايه هي اسماء الإشارة؟ فتحت يا ميس. طيب اسماء ايه هي اسماء الإشارة؟ اسماء هم هذا وهذه وهؤلاء. طيب اقرأ معانا كده اول مثال. بيجي كام؟ هيبقى ايه؟ مدرستي. تبقى هذا ولا هذه ولا هؤلاء؟ اول حاجة انا هكتب هنا اسماء الإشارة، ايه هم؟ هذا، 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 تاني، وهذه، وهذه، وهاؤو، وهاؤو. طيب معايا مش دعاء،
نعم فريدة، عارفة ان انتي معانا يا فريدة. بس ثانية بس معلش، هو انتوا بتحلوا في الشيت؟ لا يا فريدة خليكي معايا بس انتي هنا دلوقتي، ما تحليش حاجة. ميس بيجي تام، ها مدرستي هتبقى هذا ولا هذه؟ هذه. برافو عليك يا ركان، برافو 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 ركان. اقفل المايك بقى حمزة، افتح المايك. فتح. فتحته. طب اقرأ معانا يلا يا حبيبي. صديقتي. صديقتي، اوكي. هذا ولا هذه؟ هذا ولا هذه؟ لا ولا. اكمل باسمي شارع. هذه. هذه، برافو ممتاز. يس. ياسمين افتح المايك. ياسمين معانا؟ ياسمين جنة وإيه جنة؟ ياسمين معانا ولا قفلت؟ لا. اوكي ياسين سامح افتح المايك. فتحت. اقرأ يا ياسين. معلمات. هنقول ايه؟ هؤلاء معلمات. هؤلاء معلمات، دي مفرد ولا جمع؟ جمع. طيب تقدر تقول لي جمع هنا جمع مذكر ولا جمع مؤنث؟ ايه جمع. جمع ايه؟ مؤنث. برافو عليك فريدة، افتح المايك. حاضر يا ميس. اقرأي معانا، اقرأي معانا يا فريدة. ماشي بس ميس مش واضح اهو، شايفة؟ أقربها لك شوية. أهي حبيبتي، شايفة كده؟ أمس. يلا اقرأي. الكلام مش معمول، يعني كل حرف. أهو يا فريدة، واضح كده؟ اللي كتب على البورد يمسح، اللي كتب على البورد يمسح. او شايفه كده؟ يلا يا فريده. ص يلا يا فريده، واضح كده يا فريده؟ ايه؟ فاضي. مش عايزه اجاوب. صديقي. يلا يا فريده اقراي تاني. ايوه معلش يا مس، الصوره مش واضحه عندها بس اهو. يلا طب انا قربتها يعني كده واضحه، اقربها لكم اكتر. لا هو في حد فاتح صورة في الزوم بتروح على الشاشة عنده. طب كده كويس؟ بيتكلم الصورة في حد فاتح بيتكلم، فشاشة الزوم بتروح عنده، فعشان كده الصورة بتقلب. يعني انتوا شايفين دلوقتي الصورة ولا مش شايفين؟ اه كده شافت. يلا طيب يلا. صديقي. اوكي يلا، هتبقى هذا ولا هذه؟ هذا صديقي. هذا، برافو عليك يا فريد. طيب محمود افتح المايك. فتح. اقرا. فتح. اقرا يلا. شوية يا محمود. في حد فاتح المايك؟ يلا يا محمود اقرا بصوت عالي. كراستي.
كاف ضمه تقول را سي يلا محمود برافو صديقي كراساتي يعني ايه يعني كراسه وكراسه 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 صح طيب هنقول هينفع هذا ولا هذه ولا هؤلاء الاول دي بس الكلمه دي مفرد ولا جمع جمع طيب برافو عليك محمود جمع جمع هنا ده جمع عاقل ولا غير عاقل جمع عاقل هي الكراسات دي عاقل لا ولا غير عاقل غير عاقل طيب هنقول هؤلاء ولا هذه علي صوتك يا محمود هنقول ايه ازي برافو 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 زيزو افتح المايك زياد فتحت زياد تحت يا نيس تحت وحشتني يلا حضرتك كمان يا ميس دقايق يلا يقرا ك ت ب اسرع كتابي روحي على الشطارة برافو عليك يا زيزو طيب زيزو ممكن تقول لنا ايه هي اسماء الاشارة هذا وهذه وهؤلاء اوكي هذا للايه للمفرد ولا للجمع للمفرد للمفرد ايه كمل المذكر ولا للمؤنث للمذكر وهذه للمفرد المؤنث برافو وهؤلاء للجمع للجمع المؤنث والمذكر اوكي وتقدر تقول لنا يا زيزو الجمع الغير العاقل بياخد ايه علي صوتك الجمع الغير العاقل بياخد ايه هذه اوكي كتابي هقول هذا ولا هذه هذا برافو زيزو برافو 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 سقف لنفسك بقى ياسين سامح لا ياسين محمد سوري ياسين محمد افتح المايك هذا بتكتب الف ولا محمد مازن معانا صح اوكي ماشي يا مازن ياسين محمد افتح المايك فتح اوكي اقرا عامل عامل عمل عامل هذا ولا اكمل باسم اشاره يلا هنقول ايه هذا عامل هذا برافو حبيبي برافو 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 طيب يلا يا ادم معانا ادم معانا ادم يلا يلا بس هذا جاوب اوكي كلنا هنجاوب والله يلا يا ادم ميسا نصيحي طالبة ها طالبة هنقول هذه ولا هذا ولا هؤلاء هذه نقول هذه مازن افتح المايك مازن تقدر تقول لنا ايه هي اسماء الاشارة هذا هذه هؤلاء هذا للمفرد المذكر وهذه المفرد المؤنث طيب وهؤلاء للجمع اوكي على بقى يا مازن كده داخل حصه والغير العاقل بنقول ايه هذه برافو دي كان سريع امبارح وكسب معانا لانجويج برافو مازن طيب مازن حبيب قلبي يلا اكتب جمله كده
واستخدم فيها اسم إيش؟ أصورها هنا هنا، شايف الصورة دي؟ آه. يلا هنقول إيه؟ هذا أسد. أيوة هذا أسد كبير. أوكي برافو. طيب أصحابي حضروا يلا البورد بتاعتكم عشان إحنا خلاص الحصة بتاعتنا خلصت. حضروا البورد بسرعة أو الكراسة بتاعتنا بسرعة، أسرع حد معانا، أسرع حد هيجاوب يبعت على الواتساب السؤال هو ده. الصورة اللي انت شايفها دي استخدم لي فيها هذا طاط. هذا طاط بسرعة بسرعة بسرعة. أنا مولك ابعت على الواتساب بسرعة. يلا يلا أنا مستنياكوا. باي باي جونيور. يلا باي. خلاص بقى هنا خلاص بسرعة.